انطلقت من كنيسة قلب يسوع الأقدس للأباء السلزيان في بيت لحم مسيرة سنوية تقليدية حمل من خلالها القربان المقدس من قبل سيادة المدبر الرسولي رئيس الأساقفة بيير باتيستيا باتسبالا بمشاركة عدد كبير من المؤمنين. المزيد في تقرير مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. ترأس سيادة المدبر الرسولي رئيس الأساقفة بيير باتيستا باتسابالا قداس المخصص لقلب يسوع الأقدس في كنيسة قلب يسوع للأباء السلزيان في بيت لحم، وشارك في الذبيحة الإلهية المطران بولس مارقوتسو النائب البطريركي للاتين في القدس وفلسطين والأباء من دير السلزيان ولفيف من كهنة البطركية اللاتينية والشمامسة من المعهد الإكليريكي في بيت جالا والأخوات الراهبات، وبحضور نائب رئيس بلدية بيت لحم حنا حننية وعدد من الوجهاء والمؤسسات والمجموعات الكشفية وأهالي المدينة. في لقاء مع سيادة المطران بيير باتيستا باتسابالا الذي قال فيها بأن يسوع ترك لنا وصية بأن نحب بعضنا بعضا، فالمحبة هي محبة لا متناهية، فحب الله جذاب. نحتفل بعيد قلب يسوع الأقدس وهو عيد السلزيان التقليدي في بيت لحم، وتتم الدورة التقليدية في بيت لحم جميلة جدا مؤثرة جدا، فنحن نتمسك بهذه التقاليد المقدسة، ومعنى هذا نريد أن يكون السيد المسيح بمحبته، هذا هو معنى القلب، في قلوبنا في عائلاتنا بين شبابنا بين كل الناس في هذا البلد. وكل سنة وانتم سالمين، ربنا يبارككم، وإن شاء الله ربنا يحمينا بشفاعة مريم العذراء من هذه الجائحة، وخصوصا ننطلق إلى انطلاقة جديدة. ابتدأ الاحتفال بالقداس الإلهي، ومن ثم ابتدأت المسيرة السنوية التقليدية التي انطلقت من كنيسة قلب يسوع مرورا بشوارع وأزقة بيت لحم القديمة التي تزينت بالصور والورود، ومروراً بكنيسة العذراء للسريان وكنيسة الروم الكاثوليك، حيث أقيمت صلاة الزياح والسجود للقربان المقدس في كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم. حمل القربان المقدس من قبل المدبر الرسولي تحت مظلة خاصة لهذه المناسبة وعلى أنغام فرقة كشاف السلزيان، ومرافقة بتسبيح وصلوات وترتيل طيلة المسيرة. واختتمت الصلاة ببركة من المدبر الرسولي في داخل كنيسة قلب يسوع الأقدس. في هذا اليوم ببيت لحم، رغم أن الأوضاع بلشت ترجع تسوء بسبب انتشار الفيروس كورونا، إلا أنه اليوم كان محدد من قبل لما كان الوضع هادي مسيرة القربان الأقدس، وأكيد اليوم تمت بسلام بحضور كبير وكل بإيمان كبير أنه ربنا راح يخلصنا من هذا المرض
ويشفي جميع المرضى، والله يحميكم جميعا. بطبيعة الحال اليوم كانت دورة رائعة جدا مميزة بالرغم من الظروف الصعبة ومواجهتنا للموجة الثانية من فيروس كورونا، لكن قدر الإمكان تم أخذ الحيطة والحذر والسلامة العامة من أجل الحفاظ على المواطنين، لكن نحن في مدينة بيت لحم نحافظ على عاداتنا وتقاليدنا الدينية والتاريخية والتراثية قدر الإمكان، فلذلك كل عام وأنتم بألف خير. طبعا إحنا منحب نشكر كل شخص شارك في الدور اليوم برغم كل الظروف الصعبة وبرغم أنه فيروس كورونا رجع بقوة على بيت لحم، إلا أنه إيمان الناس ومحبتهم لهذه الدورة أصروا أنه يشاركوا بأعداد كبيرة. الدورة مشت بسلام، الناس كانت في حالة صلاة، إجراءات السلامة كانت متاخدة بكل ما يمكن وأحسن ما يمكن، الناس تعاونت معنا بشكل كبير. نشكر المجموعات الكشفية اللي شاركت، نشكر كل الناس، المؤسسات البلدية، كل واحد شارك في هذه الدورة. طبعا هذا التقليد السنوي بعيد قلب يسوع الأقدس، وشكرا لكل واحد شارك اليوم برغم كل هذه الظروف الصعبة. صحيح الاحتفال كان جميل جدا والناس تمتعت بوعي كتير حلو للمحافظة على بعض والاهتمام فيهم خصوصا والاهتمام في بعض خصوصا من ناحية ارتداء الكمامات المسافات، لأنه مهم جدا نحافظ على بعض خصوصا في هذا العيد اللي هو مناسبة جميلة، عيد قلب يسوع اللي فيه ربنا أظهر حبه ومحبته إلنا بأن أعطانا قلبه. هذا الحب اللي هو لا يخلو من الرومانسية ولكن فيه وصية مثل ما قال سيدنا في القداس، وصية أن نحب بعضنا بعضا كما هو أحببنا، أي بأن نبذل كل نفوسنا في سبيل من نحب. هذا هو عيد قلب يسوع الأقدس، عيد الحب الأعظم، والحب الأعظم نتعلم فقط في مدرسة يسوع. هي مسيرة سنوية تقليدية تكريما لقلب يسوع ينبوع كل النعم الإلهية. فيا يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. للنرسات مارلين الحدوة من كنيسة قلب يسوع الأقدس بيت لحم.